كلمة المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية بمناسبة عيد العمال المصادف للفاتح من ماي أتلوها عنه بالنيابة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة يومكم العالمي يطيب لي أن أتوجه إليكم بأسمع عبارات التحية والتقدير وأصدق معاني الشكر والامتنان على ما تبذلونه من جهود وما تبدونه من وعي وصبر للتغلب على الصعاب ورفع التحديات. إن أحياء مناسبة العيد العالمي للعمال، وإن كان عادة قد درجنا فيها على إقامة مظاهر التقدير والعرفان تكريما منا للعمل والجهد والعطاء وتقديرا لصور الجد والبذل والتضحية، فهو أيضا فرصة متجددة للحث على تضافر الجهود وإبداء معاني الصرامة والالتزام والتحلي بروح المسؤولية لمواجهة التحديات التي تقتضيها مهامنا النبيلة كبناة للوطن وتفرضها التزاماتنا مع السلطات الوصية كمهندس لمشاريع السكة الحديدية في البلاد. إن البرنامج الكبير والذي تعمل على تجسيده مؤسستنا شرقا وغربا شمالا وجنوبا يقتضي منا الجد والاجتهاد والتفاني في العمل ومواجهة الضغوط والتحديات ومجابهة الصعاب والعراقيل في سبيل استكمال للبرنامج الذي التزمنا به مع السلطات الوصية التي طالما وضعت ثقتها الكاملة في وكالتنا لنواصل بذلك رحلة البناء والتشييد من أجل غد أفضل. برنامج أضخم تلتزم السلطات العمومية إطلاقه ليربط شمال البلاد بجنوبها، مشروع أرادت به السلطات العمومية التقريب بين أبناء الشعب الواحد من خلال الدفع بعجلة التنمية نحو المناطق البعيدة، مخطط واعد بأفاق اقتصادية واجتماعية جمة. ستكون الوكالة بمعية العديد من مؤسسات الدولة مهندسا للتصميم ومديرا للإنجاز وعينا للمراقبة والمتابعة، مسؤولية تحتم علينا التكيف مع الآليات الجديدة والتطوير من أساليب العمل والتحلي بروح المشاركة والمتابعة والمشاورة والتعاون فيما بيننا لنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونساهم بسواعدنا وأدمغتنا في صنع مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا. نؤدي المهمة التي خلقت من أجلها وكالتنا لنجسد شعارا اتخذناه منذ نشأتنا، نبني من أجل غد أفضل. السيد عز الدين فريدي. نبني من أجل غد أفضل.